تشهد ولاية تبسة حالة من التفاؤل بعد دخول كمية معتبرة من اللحوم المستوردة إلى الأسواق المحلية، حيث قامت مديرية التجارة بجهود مستمرة لمتابعة عملية البيع والشراء وضمان وصول اللحوم بأسعار معقولة إلى المستهلكين. التغطية لعصام الميطة. يعني خير ربي قرنا عنا قديه ما ذقناش اللحم الاحمر، عندنا ما ذقناش اصل عيام وعامين ما ذقناش، الحمد لله حن علينا ربي وولات الحلال. قرنا حضر قرنا في رمضان بركة الحمراء ساعدنا هذا في رمضان، ماذا بيكم تبذلوا كل مجهودات كثروا لنا الحمد. طبيعة الحال احنا بالتوزيع لا يتم التوزيع او البيع الا بحضور مصالحنا مفتشي رقابة الجودة وقمع الغش. أول للسهر والوقوف على ظروف الصحية المعمول بها في عملية التوزيع، وثانيا احترام أسعار البيع لحد الآن راهي محدة ب 1200 دينار جزائري بالنسبة للحوم سوفيد. السوفيد هذه راهي 120 في الكيلوغرام سعر البيع للمستهلك.